طبعا يعني فريق ريال مدريد نادي كبير ونادي عظيم وتاريخ كبير، لكن مش عايزين ننسى برضو اللي احنا نادي الاهلي. نادي الاهلي اعظم فريق في افريقيا ونادي بطولات ونادي تاريخ كبير. ماتش طبعا مهم، سيمي فاينال، بنلعب بكره، هنعمل اللي علينا وهنجتهد وجايين بكره عشان نكسب. يعني مش جايين نلعب ماتش فسحه او ماتش نبسط عشان لعيبه كبيره ولعيبه تاريخ. احنا زي ما هم لعيبه كبيره ولعيبه اسامي كبيره طبعا بنحترمهم جدا، لكن الملعب ما فيهوش الكلام ده، كل الكلام ده بره الملعب. لكن الملعب فيه 11 راجل قصاد 11 راجل، ان شاء الله نعمل اللي علينا ونحقق نتيجه ايجابيه لصالح النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا احنا من ساعه ما جينا المغرب يعني احنا مش حاسين ان احنا في المغرب بصراحه، احنا حاسين في بلدنا الثانيه. يعني جمهور المغرب كلها بصراحه في ظهرنا، حتى في الفندق بنلاقي الناس كلها بتاع المغرب بتيجي تشجعنا، فده الطبيعي. يعني احنا متعودين على كده في المغرب لان دي بلدنا الثانيه. يعني لا، هو الشناوي طبعا كابتن الفريق وقائد، حقه اللي هو يقول كل حاجه، لكن هو زي ما قال فعلا كلنا معاه، واحنا كلنا فعلا جايين عشان نعمل حاجه في كاس العالم، وبامر الله اهم حاجه نركز في ماتش بكره بس ده الاهم. المعلومات حبيبي، ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.